أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر شعبان وهو شهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الذين بشر النبي بهم قائلا: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. والذي قال النبي أيضا: المهدي من أمتي من ولد فاطمة. وقال في الحديث المتفق عليه: كيف بكم إذا صلى بكم عيسى بن مريم وإمامه منكم. هذه الولادة في النصف من شعبان هي ولادة مباركة، والليلة هذه تعتبر مقدسة عند جميع أصحاب المذاهب. يعني الفريقان يقولون إن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، لكن البعض لا يعرف لماذا بارك الله هذه الليلة. بارك لأن وعده لجميع الأنبياء، هذا الوعد يتحقق بالمولود في هذه الليلة. الله الذي قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ربنا الذي قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، والكلام عن الأرض وليس عن مدينة دون مدينة، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله الذي قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا الوعد الذي امتد على مسافة الزمن مع جميع الأنبياء يتحقق بالمولودة في هذه الليلة، هكذا نعتقد. ونرى أن صاحب هذه الليلة سيملأ الأرض كله عدلا بعد أن ملئت الأرض جورا. ومعنى يملأ الأرض أنه لا يوجد ظلم، لا في بيت مظلم في الليل ولا في مدينة في النهار. العدل يسود على الأمة كلها، لأن الإمام يضع يده على رأس الناس فتكمل عقولهم وتكمل أحلامهم، فلا نزاع ولا صراع بين البشر بعد تدخل السماء في تغيير طبائع الناس وحتى تغيير طبائع الحيوانات. إن رب العالمين يجعل العدل سائدا في كل مكان وفي جميع البيوت وفي جميع المدن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.